البرنامج التدريبي الأول لاتحاد مجالس البحث العربية، الرابطة العربية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي فرع العراق، لجنة النشاطات العلمية. في برنامجنا التدريبي اللي هو النانو تكنولوجي ان بايو ميديكال ابلكيشن، محاضرتنا اليوم بعنوان The Use of Nanoparticle in Drug Delivery System، يلقيها علينا الأستاذ المساعد الدكتور أمجد مرزا عودة من جامعة بابل. تفضل، مشكور دكتور أمجد. تفضل دكتور. شكرا جزيلا دكتور علاء، الله يحفظك. السيدات والسادة الحضور، مع حفظ الألقاب العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن البرنامج مالتنا الخاص بتقنيات النانو، واللي تقيم الرابطة العربية لعلوم المواد والنانو التكنولوجي فرع العراق. إن شاء الله راح ناخذ المحاضرة الثانية اللي هي The Use of Nanoparticle in Drug Delivery Systems. الأوتلاينز مالتنا اللي هي عبارة عن مقدمة عن أهم المصطلحات وأنواع المواد النانوية ومبدأ عملية التحميل اللي راح نستعمله في توصيل الأدوية. بعدها راح ناخذ نبذة مختصرة عن تطبيقات الدراج دليفري. راح ندرس أهم مادة لتوصيل الأدوية اللي هي الليبوسومات، راح ناخذ الخواص مالتها وليش استعملناها وعملية التصنيع مالتها أو التخليق مالتها. وأخيرا راح ناخذ كيس استدي اللي عادة بالبحوث العلمية يستعملون الدوكسروكسين، واللي أيضا يستعمل لعلاج كعلاج السرطان. وناخذ التارجتنج أو التارجتنج مالته. نعم، كمقدمة، تلعب تقنية النانو دوراً رئيسياً في التطورات التكنولوجية الحديثة في كثير من المجالات مثل تشخيص الأمراض وتصميم الأدوية وتوصيلها، واللي هو راح نحاضر به اليوم اللي هو الدراج دليفري. ونفس الدراج دليفري أيضاً مستعمل لعلاج الأمراض وتشخيصها ومراقبتها، كلها تنضوي تحت اسم مصطلح ما يسمى بطب النانو. من المتوقع أن يحدث البحث والتطوير في مجالات مختلفة من طب النانو ثورة في تشخيص المرض وأساليب العلاج في المستقبل القريب، ويؤدي إلى إحراز تقدم في فهم العمليات البيولوجية على المستوى الجزيئي. الأساليب اللي تركز عليها أو الأساليب الطبية النانوية اللي نركز عليها لإيصال الدواء، حيث نعمل على تطوير جزيئات نانوية الحجم لتحسين أهم خاصية للأدوية اللي هي التوافر البيولوجي للدواء، واللي ممكن أنه يستعمل كعلاج أولاً أو مادة تسهل من التصوير الطبقي لتشخيص الأمراض. وبالتالي تدخل هاي التطبيقات الصيدلانية كمنتجات جديدة توفر حركيات جديدة، علاجات واعدة، وأيضاً تقدم حلولاً طبية جديدة ومختلفة عما متوفر في التقنية التقليدية. لذلك علم النانو والتقنيات المرافقة له تفتح آفاق واسعة في التطبيقات الصيدلانية والطبية، واللي تعمل بشكل هائل من التطور لإنتاج هذه المنتجات اللي راح تكون أكثر كفاءة مما للمنتجات الغير نانوية. أهم المصطلحات عندنا في علم النانو اللي هي علم النانو نفسه وتقنية النانو. مثل ما معلوم أنه علم النانو هو دراسة الخواص الفريدة للمادة على المستوى النانوي، طبعاً هاي بالاتحاد مع العلوم الباقية اللي هي الفيزياء وعلوم المواد والكيمياء وخاصة للجزيئات المعقدة. أما تقنية النانو فهي عبارة عن التلاعب أو التخليق أو التحوير للمادة لجعلها تصل إلى حدود من 1 إلى 100 نانومتر.
خلينا نتخيل أنه أين هو النانو، مثل ما نشوف بالشكل هنا نلاحظ أنه حدود النانو هي ما بين 1 إلى 100 نانومتر بهذا الشكل. إذا نحن نعمل في منطقة وسطية ما بين المايكرو، المنطقة المايكروية والمنطقة الذرية. إذا النانو هو عبارة عن تجمع مجموعة من الذرات بحيث تكون لي جسيمة تكون ضمن هذه الحدود. طبعاً الجسيمات النانوية ممكن تقسيمها إلى قسمين بحيث تكون عندي جسيمات نانوية طبيعية مثل الـ DNA، الأنتيبادي، الأوليغونيوكليوتايد وغيرها من المركبات الحيوية اللي ممكن أنه نلقاها بالطبيعة أو في جسم الإنسان. نعم، تم تخليق عدة مواد نانوية اللي هي الفوليورينات والدندرايمر، كوانتوم دوت، الجولد نانو بارتيكل وغيرها من هذه التراكيب. جميعها هذه تنضوي تحت علم النانو اللي نخلقها بواسطة تقنيات معينة من عمليات التخليق، وتكون أبعادها ما بين 1 إلى 100 نانومتر. نعم، المواد النانوية كتصنيف توجد عدة تصنيفات لها، ممكن نستعمل أو تكون على هيئتين اللي هي جسيمات نانوية عضوية وجسيمات نانوية غير عضوية. الجسيمات العضوية أو الجسيمات النانوية العضوية مثل البوليمرات أو بوليمرك مايسيلز، دندرايمرز واللايبوسومات، وبالإضافة للبوليمرات اللي مسوي لها كونجوكيشن مع من مع الأدوية اللا عضوية مثل جولد نانو بارتيكل، كربون نانو تيوب، الجرافين والجرافين أوكسايد والجسيمات النانوية المغناطيسية. نعم، ماذا نحتاج أو ما هو المبدأ الأساسي لعملية توصيل الأدوية؟ إحنا نريد نخلي الدواء علماً على هذه الجسيمة. ممكن أنه تحدث عملية التحميل لكن ليس فقط للأدوية، ممكن أنه نحمل DNA، ممكن RNA، ممكن أنزيمات، هرمونات، بروتينات وحتى المستخلصات. عندنا نوعين من عملية التحميل سواء للدواء أو لهذه المركبات أو الجزيئات الحيوية. أما التحميل يكون على السطح ونقصد به مثل ما موجود بالشكل B هذا، أنه تكون المادة الفعالة استقرارها وين؟ على سطح الجسيمة النانوية بهذا الشكل، هذا نسميه بالسيرفس لودينج سيستم. أو لا، ممكن أن يكون محتبس في داخل الجسيمة النانوية ويكون على عدة أنواع مثل الدندريمات بهذا الشكل، حيث الدندريم عبارة عن متشجرات أو المتغصنات توجد بها فراغات جزيئية ممكن احتواء الدواء بها، أو ممكن أن يكون ضمن داخل بوليمر أو الماتريكس من بوليمرات معينة، أو ممكن أنه يكون بداخل كافيتي مثل اللايبوسومات وغيرها من الجسيمات النانوية. فهي أهم طرق التحميل اللي هي نوعين، أما على السطح أو تكون محتبسة في داخل الجسيمة النانوية. نعم، أهم التطبيقات للدراج ديليفري، إحنا اللي نحتاجه بالدراج ديليفري هو تحسين التوافر الحيوي من خلال أنه تكون الفعالية عالية، الاستهلاك للدواء يكون بشكل قليل أو تدريجي أو نسميه كمصطلح sustainable release، يعني بحيث التحرر مالته يكون بشكل متدرج، فبالتالي راح يعطي فعالية أكثر، بالإضافة إلى أنه نقلل من السايد إفكت مالت الدواء هو نفسه. فمثل ما لاحظ بالرسم هنا ممكن أنه نوصل الجولد نانو بارتيكل باستعمال تقنية التارجتينج إلى الورم السرطاني، فراح تتجمع وين؟ باستعمال أنتيبادي، فراح يصير عندي عملية توجيه هنا، بعدين أسلط عليها مثل موجات فوق صوتية أو ممكن استعمال
الليزر، فبالتالي راح يصير عند هنا حرارة عالية فتؤدي إلى تهشيم الورم نتيجة لتجمع هاي الجولد نانو بارتيكل عند ذلك الورم، فهاي جدا مهمة في عملية التوصيل. ليس فقط في عملية التوصيل الدواء علما إلى العضو الهدف، وإنما قد يستعمل في التصوير الطبي. راح نحمل هذه الجسيمة، نعم عفوا، راح نحمل هذه الجسيمة النانوية وخاصة الجسيمات النانوية المغناطيسية مثل أكسيد الحديديك المغناطيسي، وأيضا ممكن أنه نربطه أو يربط مع أنتيبادي معين. هذا راح يتجمع وين؟ عند النسيج الهدف. أكيد إحنا ضايفين له مادة متفلورة، فبالتالي تجمع الجسيمات النانوية اللي مسوي لها تارجتنج عند ذلك العضو بالتصوير راح يظهر التفلور شنو أكثر مما للمناطق الباقية. فمثلا إحنا دا نستهدف مرض معين، فأنا لازم أجيب فد أنتيبادي خاص بذلك المرض، بحيث الريسبتورات مات الخلايا من تستقبلها هي الوحيدة اللي راح تتفاعل معه، فبالتالي تجمعها وراح يصير عند هذا النسيج الهدف، فيسهل منين؟ من التصوير مالته. نعم، ممكن عملية التحميل تحدث على مجموعة من الجسيمات، لكن ضمن محاضرتنا هذه اللي هي راح نحمل أو نسوي عملية لودينج ضمن جسيمة اللايبوسومات. اللايبوسومات أو ما يسمى بالحويصلات الدهنية. الحويصلة الدهنية عبارة عن حويصلة ثنائية الطبقة، تتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، وعادة يضاف إلها الكوليسترول. هاي الطبقتين دائما تحتجز المحلول المائي في داخلها بهذا الشكل. هاي الطبقتين كل ما كانت صغيرة أكيد راح تزداد المساحة السطحية، فعملية الاحتواء راح تكون هنا أكبر بهاي الحالة. إذن عملية الاحتواء للمادة الفعالة وين راح تكون؟ راح تكون بالداخل. نعم، وممكن احتواء الدواء في داخل الطبقتين نفسهم. ليش؟ لأن مثلاً الأدوية اللي تكون ذائبة في الماء راح تحتجز في داخل الحويصلة بهذا المكان، باعتبار أنه هي محبة للماء. أما الكارهة للماء فراح تحتجز في داخل الطبقات الدهنية. نعم، ممكن أنه نوجه أو نسوي تارجتينج بواسطة الليبوسوم بإضافة مثل أنتيبادي أو إضافة أي جزيئة عضوية ممكن أنه يتحسسها العضو الهدف، مثل ما حنشوف بالدوكسوروبسين تارجتينج. من خواص الليبوسوم إحنا أهم خاصية دا ندرسها هي عملية إيصال الدواء علما إلى العضو الهدف. فنلاحظ من حيث الدراسات اللي وش دورها، لقوا أنه عبارة هاي الحويصلات النانوية دائما تكون مستقرة أو ذات استقرار عالي، ويكون لها عملية خزن أو عمر الشيلف لايف مالتها راح يكون طويل بهاي الحالة. نعم، تكون سعة الاحتواء عالية بالنسبة لمن للأدوية، بحيث نحتجزها وين؟ في داخل الحويصلة النانوية، فبالتالي نسبة الاحتواء راح تكون عالية في حالة الليبوسومات. نعم، ممكن أنه نحتجز الهيدروفيليك أو الهيدروفوبيك دراجز أو سبستانسز، سواء كانت المحبة للماء أو الكاره للماء. المحبة للماء راح تحتجز وين؟ في داخل الحويصلة ضمن المحلول المائي، أما الكاره للماء فراح تكون ضمن الطبقتين مالت الذيول مالت الدهون. ممكن أنه الاستطباب مالتها ممكن يكون أورالي، وممكن يكون بالإنهاليشن، وأيضا ممكن أيضا بالإنجكشن. نعم،
أيضا يمكن تصميمها بحيث يكون تحرر الدواء sustainable، بحيث إحنا نصممها بحيث يكون تحرر الدواء إلى حركيات خاصة وذات زمن محسوب. هاي يعتمد علما على التركيب اللي إحنا نصنعه من اللايبوسوم. ليش نستعمل اللايبوسوم نفسه بالدراج ديليفر؟ أول مشكلة نلاقيها بالأدوية هي عملية الإذابة. عملية الإذابة نقصد بها أنه بعض الأدوية تكون غير ذائبة في السوائل الحيوية، فبالتالي ما نقدر نحصل من عندها توافر حيوي وغير متوافقة مع سوائل الجسم، فممكن احتجازها في داخل اللايبوسوم، فبالتالي راح التحرر مالتها راح يكون بطيء وتؤدي للفعل مالتها. بعض الأدوية أول ما تدخل الجسم راح مباشرة جهاز المناعة راح يقضي عليها، فبالتالي إحنا راح نسوي عملية اختفاء، نسوي هايدنج ألمن للدرج. ليش؟ لأنه هو محتجز بالداخل، فبالتالي جهاز المناعة ما راح يتعرف علينا على هذا الدواء اللي موجود داخل الحويصل. ليش؟ أنا مسوي له حصن أو مسوي له حجب شيلدنج هنا. نعم، الجرعة هنا تكون أكبر، يعني إذا أعطينا الدواء بالحالة الطبيعية وطيناه بشكل لايبوسوم، فأكيد الدواء راح يعرض المن إلى الميتابوليزم داخل الجسم، فمباشرة إذا مر خلال الكبد راح مباشرة راح يؤيض، فتقل الجرعة مالة الدواء اللي هو التوافر الحيوي له. في حين وجود الدواء داخل اللايبوسوم بهذا الشكل راح يكون عندنا هنا الجرعة راح تكون أكبر. ليش؟ لأن الدواء وقع على حالة، فبالتالي راح يستمر بالفعالية مالته. بعض الأدوية قد تكون سامة أو بها نوع من السمية، وخاصة الأنتي كانسر دراج، فعلى مود نقلل السمية مالته راح نخليها وين؟ في داخل الحويصلة أو اللايبوسوم بهذا الشكل. أيضا ممكن أنه نسوي بها استهداف، نضع أنتي بودي أو أي جزيئة على السطح، بالتالي راح هذه الحويصلة النانوية المحملة بالدواء سوف تصل المن إلى النسيج الهدف وبسهولة. أيضا ممكن استعمالها في عمليات الكشف مثل التشخيص الطبقي، وممكن أنه تشخيص طبي أيضا، وأيضا نراقب عملية الشفاء. أنه من إحنا خلينا مثلا Fe3O4 هاي الجسيمة المغناطيسية ووصلناها المن إلى النسيج الهدف، راح تبقى ملتصقة. فمثلا بالأسبوع الأول سوى كشف طبقي ظهرت مضيئة، لكن مثلا بالأسبوع الثاني راح الإضاءة والتفلور مالتها راح يقل، فيعتبر هاي مراقبة المن لعملية الشفاء. هاي الخواص المهمة اللي يعني اللي خلت اللايبوسوم يكون مهم بهذا الشكل. نعم، بما أنه حشينا عن اللايبوسوم تعريفه والخواص مالته وليش استعملناه، شلون نصنع اللايبوسوم، كيفية تصنيع اللايبوسوم أو هو مما يتكون. المكونات مالته عبارة عن فوسفوليبيد وكوليسترول، ونحتاج إلى مذيب عضوي والمادة الفعالة مثل دوكسيروبسين دراج. هنا كملاحظة للكوليسترول دائما يضاف مع النانولايبوسوم لكي يتخلل الطبقتين ذني، فراح يزيد من الاستقرارية مالته، استقرارية الحويصلة هي نفسها، وأيضا يعدل من الفلويدتي مالته المن للطبقتين هن نفسهم، فراح يخليه أكثر استقرارا مما لو الكوليسترول ما موجود. أهم الطرق لتصنيع اللايبوسوم هو استعمال طريقة الليبيد ثين فيلم هايدريشن، وهسه ماتي راح نشرحها بالتفصيل، اللي هو استعمال مذيب عضوي مع الفوسفوليبيد، وبعدين يكون عندنا هنا فيلم ونضيف المادة الفعالة بشكل محلول مائي، ثم تتحوصل هذه المواد بهذا الشكل بشكل اللايبوسومات.
نفس المزيج لكن ما نسوي بشكل ثين فيلم وانما نسلط عليه الموجات فوق الصوتيه، فبالتالي هاي راح يصير بها اهتزاز فراح تجبر عليما على التحوصل، ومن تتحوصل اكيد راح تاخذ جزء منين من المحلول المائي اللي يحتوي عليما على الدواء. ممكن استعمال الانجكشن ميثود، هاي اشهر الطرق اللي موجوده، اللي هو انه نخلي ماده اللايبوسوم او الفوسفوليبيد بالمحلول المائي ونضيف الماده الفعاله مع مذيب عضوي. هاي تستعمل خاصه للهيدروفوبك دراكس او الهيدروفوبك سبستانسز، انه نضيفها مع مذيب عضوي ونسوي لها انجكشن في داخل المحلول الفوسفوليبيد، ثم نبخر نرفع درجة الحرارة يتبخر المذيب، فراح يجبر الدواء الهيدروفوبك أنه يتخلل الطبقات الدهنية اللي هي في داخل الماتريكس نفسها، يعني مو في داخل المحلول المائي. نعم، هاي الطريقة المستعملة واللي حقيقة يعني اشتغلت يعني بها أكثر من بحث وأشرفت على طالبة ماجستير أيضا، أنه هاي المادة الفعالة الدوكسيروبسين والفوسفاتيدايل كولين اللي هو الفوسفوليبيد، وأيضا يضاف البولي أثيلين جلايكول مع من؟ مع الكلوروفورم. بعدها نسوي إيفابوريشن، راح يتكون عندنا ثين فيلم على الراوند هذا بهذا الشكل. بعدها راح نضيف المحلول مالتنا اللي هو الحاوي عليما على الدواء ونسوي عملية هايدريشن. بعدها راح نسوي التراسونيك أو سونيكيشن هنا الطبقة المكونة من الفوسفوليبيد بالسونيكيشن راح تجبر أنه تترك الجدار عنوة، لكن من تنتقل إلى المحلول المائي مباشرة راح تتحوصل. ممكن أنه تقنيات أخرى أسوي لها اكستروشن في سبيل أنه أصغر هاي الحويصلات الدهنية وأحصل على طبقة واحدة من الباي لايرز. بعدها ممكن أسوي السنترفيوجيشن لعملية التنقية. النتيجة النهائية هو بهذا الشكل، هاي طبقة أولى وعدنا تتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد بهذا الشكل وتحتجز الدواء في داخلها. الصورة اللي أسفلها مثل صورة المجهر الإلكتروني للشغل مالتنا اللي صنعنا به اللايبوسوم، حيث تظهر هذه الحويصلات بهذا الشكل وشكلها بعد هو عبارة عن شكل كروي أو قريب للكروي، وأيضا أبعادها مثل ما نلاحظ أنه عبارة عن 25 إلى 31 نانومتر. هاي اللي نقدر نحصل عليه منين؟ من اللايبوسومات. الكيس ستدي مالتنا هو استعمال اللايبوسومات بالدراج دليفري للدوكسيروبسين. الدوكسيروبسين دائما يختاروا، ليش؟ لان يعتبر انه يعني كأنتي كانسر عالي التأثير، كدواء هو عالي التأثير، ولكثير منين من هذا النوع أو أنواع من السرطانات، مثل من مثل البريست كانسر، اليوترين، أوفاريون، الليمفوما، لين كانسر واليوكيميا. أيضا من خصوصيته أنه يحتوي على مجموعة الأمين، هاي مجموعة NH2 اللي بيه اللي راح تسهل منين من عملية احتجازه في داخل اللايبوسوم، خاصة باستعمال طريقة الجراديانت. طبعا طرق كثيره هي لتصنيع اللايبوسوم واحتجاز الادويه، لكن نختصرها بالطرق اللي شرحناها. ايضا من خصوصيه الدوكسيروبسين انه من السهوله تقدير كميته بالتقنيات المتوفره. نعم، اول ما صنعوا الدواء اللي هو لايبوسوم دوكسيروبسين، هاي الفورمولا صنعوها بشكل او ليجولاميلار لايبوسوم وسموه تجاريا بالاولف دوكس. هذا دخل
الكلينيكال ترايلز لكن فشل عما هو متوقع أنه على النتائج اللي نحصل عليها. من الأسباب اللي سببت الفشل مالته أنه يتحلل قبل ما يصل المن إلى النسيج الهدف، فهاي واحد من الأسباب المهمة أنه غير مستقرة هنا. يحدث إلى تخفيف عالي نسبة المن إلى حجم البلازما. أيضا الحجوم مالته كانت كبيرة، فمن الصعوبة أنه كانت أنه تدخل أو تلتصق في موقع التيومر نفسه. أيضا السبب الآخر اللي هو أنه الكثير من الدهون اللي أو الفوسفوليبيد المكونة للليبوسوم ممكن إزالتها، ممكن إزالتها باعتبار أنه الجسم شكو شيء زايد راح يتخلص من عنده، فبالتالي فشل هذا النوع من الأدوية أو هذا النوع من الفورمولا. الدواء فعال، الدواء نعم فعال، لكن بشكل هذا أوليغولاميلر كان غير فعال للأسباب اللي ذكرت سابقا. نعم، بعدين طوروا العملية وصنعونا فورمولا جديدة سموها بالدوكسيل. هاي دخلت إلى الأبروفال سنة 1995. طبعاً نشوف التاريخ يعني هو قديم، لذلك إحنا لازم نلحق عليهم في سبيل أنه نوصل إلى فورمولات أحسن وأفضل. شنو التطوير اللي صار؟ بما أنه اللايبوسوم في الفورمولا السابقة اللي هو الألف دوكسي كان متحلل كبير ممكن أنه تشقق من عنده أو تزاح من عنده الدهون، وكبر حجمه أيضا ما راح يلتصق أو ما راح يستقر عند موقع التيومر هو نفسه. صنعوا فورمولا أخرى. هاي الفورمولا اعتمدت مو فقط على الفوسفوليبيد والكوليسترول، وإنما ضافوا لها البولي أثيلين جلايكول. البولي أثيلين جلايكول هذا الربطة مع من؟ مع اللايبوسوم. حسن من خواص اللايبوسوم بحيث خلاه يعمل بالخفاء وكأنه شبح، وكأنه شبح نسبة المن إلى جهاز المناعة أو السوائل الحيوية، لكن راح يكون فعال أيضا عندما يصل النسيج الهدف، بالإضافة إلى الاستقرارية مالته راح تكون أفضل بكثير مما للليبوسوم اللي كان لا يحتوي على من على البولي أثيلين جلايكول. بوجود البولي أثيلين جلايكول راح يزيد من أطالة عمر الدواء أنه يبقى بالسيركوليشن سيستم، أنه السيركوليشن تايم مالته راح يبقى وقت أطول ويحتجز في داخل الجسم، فبالتالي راح يوفر لي أو يسبب لي توافر حيوي أكثر باعتبار أنه المدة مالته راح تكون أطول بهاي الحالة. نعم، شلون نسوي استهداف؟ الاستهداف أنه الحويصلة هي نفسها اللي مكونة من الفوسفوليبيد مثل ما نشوف بالرسم، عبارة عن فوسفوليبيد هذا بهذا الشكل، عادة يستعملون الفوسفوتيدايل كولين أو الليسيثين، هذا يربطون وياه البولي أثيلين جلايكول ثم بعامل ربط ويربطوه بمن؟ بأنتيبودي. هذا الأنتيبودي يكون متخصص المن لنسيج معين، فبالتالي اللايبوسوم ما راح يتجمع في جميع الأنسجة وإنما سوف يصل المن إلى النسيج الهدف، بالتالي راح يتجمع. من يتجمع راح يبدأ التحرر مالته اللي قلنا عليه أنه سستينبل، فراح يكون التوافر الحيوي عند ذلك الموقع عند ذلك النسيج الهدف أكثر تركيزا مما لباقي أجزاء الجسم أو الأنسجة الأخرى. ممكن أنه نسوي استهداف مو فقط بالأنتيبودي. عادة السرطانات يكثر بيها احتياج الخلايا المن إلى الفوليك أسيد،
يسمونه فوليك أسيد تارجتنج. هذا شو راح نسوي؟ نجيب اللايبوسوم ونربط مع الفوليك أسيد اللي هو فوسفوليبيد بولي أثيني جلايكول، ثم أربط مع الفوليك أسيد. هذا الفوليك أسيد تتحسس منه، تتحسس الخلايا السرطانية نتيجة لوجود تركيز عالي من الريسبترات المن للفوليك أسيد هو نفسه. فبالتالي راح تتجمع اللايبوسومات وين؟ تتجمع حول أنسجة التيومر هي نفسها، فبالتالي بعدها راح يصير عندي عملية بلعمة عادة، وإذا ثبت على السطح فراح يصير عندي تحرر للدواء، فبالتالي راح يصير ترشح للدواء، ثم يصل المن إلى داخل الخلية، وهو هذا أعتقد اللي إحنا نريد نوصل له. هاي نهاية محاضرتنا، وأشكر لكم لاستماعكم إن شاء الله، وإذا أكو أي سؤال نستقبله، وشكرا جزيلا. ممكن سؤال؟ عفوا. نعم دكتور. نعم وياك. شكرا جزيلا، ممنون. الله يحفظك. شكرا لمحاضرتك. حضرتك دكتور أمجد مو؟ نعم نعم. يا هلا بك، فرصة سعيدة. رب يوفقك. نلتقي عبر الأونلاين، وشكرا على محاضرتك، ممنون إليك. رب يحفظكم، رب يسلمك. الحقيقة في التطبيقات البايو ميديكال أبليكيشن، أنا عندي في سؤال يعني علمي وسؤال تكنولوجي. السؤال العلمي، خلال محاضرتك، وهي طبعا مهمة جدا لكل البلدان المتقدمة والنامية، نعم، ايش تحكي لنا عن الميتال اوكسايدز المهمة بالتطبيقات الطبية الحيوية؟ تفضل. نعم، بالنسبة للميتال اوكسايد ذكرت وحدة من عدهن، يعني أنه استعمال مثلاً أكسيد الحديديك المغناطيسي. أكسيد الحديديك المغناطيسي أنه نافع جداً في التصوير الطبقي، وممكن استعماله لوحدة، وممكن استعماله مع دواء، وأيضاً استعماله كعملية تارجتنج للتوجيه. ليش؟ لأن هذا ما راح يحمل الدواء ويصل المن إلى النسيج الهدف، ما راح يوفر لي فقط الدواء، وإنما راح يوفر لي مونيترينج، راح أشوف أنه الدواء اشتغل أو ما اشتغل، هل النسيج تم علاجه أم لم يتم علاجه. هاي واحدة من التطبيقات المهمة بالنسبة للميتال أوكسايد. نعم، غيرها أيضا من الميتال أوكسايد المستعملة، مثل يستعملون السيليكا النانوية ومع بعض التحفظات. نعم، أكو دراسات هم تبين أنه السمية مالتها. ممكن استعمال أنه مثل أكسيد الزنك، ممكن استعمال أكسيد السيريوم اللي هو جدا جدا مهم خاصة في التطبيقات السرطانية، باعتباره أنه عامل مختزل. ليش؟ يعني احنا ندري أنه السرطانة دائما توفر لي أو السايد إفكت مالتها أو تنتج لي البيروكسيدات، فوجود هذا الأكسيد مثلا أكسيد السيريوم يوفر لي عامل اختزال يقضي على من على الH2O2، فبالتالي يمنع منين من الانتشار مثلا مالته، وغيرها كثير حقيقة دكتور يطول الحديث يعني عنها، لأن تطبيقاتها جدا يعني تحتاج بعد تفاصيل أخرى، ممكن أنه نتصل مع بعض إذا هناك تعاون علمي أو بحثي إن شاء الله. زين، هذا اللي تفضلت به حضرتك، هل يوجد تطبيقات سريرية على هذا الشيء؟ يعني مثلا طبقت على مجموعة من المرضى في مستوصف، في عيادة، في مستشفى، هل وجد طريقة الحقيقية للتطبيق في هذا المجال؟ دكتور احنا دا نحكي مثلا على اللايبوسومات. اللايبوسومات طبقوها في سنة 1995، يعني وحقيقة انا متقصد انه اذكرها. فالعملية تحتاج الى نعم الى تطوير، تحتاج إلى تجارب سريرية، أيضاً تحتاج مثلاً إلى الموافقات أيضاً. لكن مثل استعمال المواد الآمنة، من هي المواد الآمنة؟ يعني عادةً إحنا نستعملها مع الأدوية اللي هي مثلاً اللايبوسومات اللي أنا ركزت عليه. ليش مثل ما ركزت على الجولد نانو بارتيكل والسيلفر والأكاسيد وغيرها؟
نعم بها نوع من الأمان، لكن مثل اللايبوسومات والكيوبوسوم والنيوسوم وغيرها من الباي لايرز أو الحويصلات النانوية دائما تكون أمينة، دائما تكون متوافقة مع السوائل الحيوية وما بيها أي ضرر جانبي. الشركات تصنع. آخر تصنيع لللايبوسوم هو لقاح فايزر. لقاح فايزر هو عبارة عن لايبوسوم، عبارة عن حويصلة فوسفوليبيد ثنائية الطبقة، وحملوا السبايك، هاي السبايك فوق السطح مالة اللايبوسوم، ربطوه مع من؟ مع الفوسفوليبيد، وكأنه صار عملية تصنيع يعني شلون نقول هيكل للفيروس، هيكل الفيروس. هذا اللي استعملوه في تقنية فايزر، يعني باعتبار أنه لايبوسوم جدا أمين وما راح يأثر على الجسم، باعتبار أنه فوسفوليبيد بعدين يتحلل إلى وقت معين ويؤيض. فالتطبيقات حقيقة موجودة وكثيرة. شكرا لك دكتور علي جاسم. تفضل عندكم سؤال. العفو دكتور علي جاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور علي جاسم جامعة. عليكم السلام. طبعا بالمناسبة المحاضرة جدا جدا مهمة وفيها مجالات جدا واسعة في مجال التطبيق. إذا تسمحوا لي يعني أنا بالنسبة لي المداخلة الأولى، هل إنه إحنا هنا من نقول دراج ديليفري مجال الدايجنوزز أم الثيرابي أم الاثنين؟ نعم دكتور. نعم دكتور. يعني إحنا هل إنه هو في مجال نعم الدايجنوزز والثيرابي أم فقط الثيرابي؟ بالنسبة مثلا بالنسبة للليبوسومات ممكن استعمالها او يعني كالمحاضرة بشكل عام، انه الدراج ديليفري ممكن استعماله بعملية التشخيص وعملية توصيل الدواء وعملية مراقبة النسيج الهدف فيما اذا صار به شفاء ام لا. يعني المحاضرة عامة من جهة، وايضا انه من خصوصية هاي المواد ممكن استعمالها بهذا الشكل، سواء على التشخيص، المراقبة، توصيل الأدوية وغيرها يعني. فواسعة، نعم التطبيق مالتها واسع. أكيد أكيد هي جدا واسعة. الشيء الآخر ذكرت حضرتك الموجات الصوتية أو الليزر وعلاقتها مع جسيمات الذهب النانوي. نعم نعم. يعني هنا هذه شنو الربط بين الالتراسونيك وبين الليزر كتطبيق احنا نتكلم مع الجولد نانو بارتيكل، يعني شنو تاثيره على الضوء بحيث راح يكون له تاثير على التطبيق اللي احنا نحتاجه كان يكون الدراج ديليفري؟ نعم. باختصار بالنسبه للجولد نانو بارتيكل، عاده يستعملون الجولد نانو بارتيكل باعتبار أنه جسيمة معدنية وذات مواصلية حرارية عالية يعني نسبياً. شو راح نسوي؟ إحنا راح نجيب الجولد نانو بارتيكل، ووحدة من الطرق حقيقة أنه نجيب الجولد نانو بارتيكل ونحقنها وين؟ في موقع الورم. هذا طبعاً استعملوه في أستراليا. يجيب الجولد نانو بارتيكل او الماده النانويه ويحقنها في موقع الورم. هاي العمليه الاولى. العمليه الثانيه ايش راح يسوي؟ اما يسلط عليها ليزر او يسلط عليها موجات فوق الصوتيه. راح تسبب زياده الاهتزازات من الجولد نانو بارتيكل، فبالتالي راح تسبب لي ارتفاع درجة حرارة النسيج الهدف بحيث ما يتحمله، فبالتالي يؤدي إلى تلفه. فتمشي طريقة العلاج، راح يصير عندي طريقة علاج بهذا الشكل. فهي الطريقة المستعملة. أنه نعم هذا يعني إذا تسمحوا لي مداخلة بسيطة في هذا تحديدا في هذه الموضوع.
نعم. انه حاليا اتجاه العالمي خصوصا في مجال اورام الدماغ مثل ما معروف اكو جهاز الام ار اي الماجنتيك ريزونانس ايميجينج، هذا طبعا يستخدم مجالات مغناطيسيه جدا عاليه بالتسلا بالاضافه الى الراديو ويفز. طبعا هذا الى نتائج وسايد افكت كبير. وين صار اتجاهوا حاليا؟ حاليا اتجهوا الى مجال الاكوستو اوبتيك، الربط ما بين الموجات الصوتيه والضوئيه، واللي هو تحديدا السونيك والليزر في مجال التشخيص التصوير او حتى في مجال الثيرابي. وهو هنا راح يدخل مع الجسيمات الذهب النانويه. ليش؟ لانه احنا من نجي ندخل على الستركتشر احنا عندنا بالفيزياء اكو بمفهوم الصلبه السوليد ستيت فيزيكس، اكو الذرات او الايونز الكاتيونز الانيونز تترتب داخل الستركتشر بترتيب معين نسميها اللاتس الشبيكه. فمن اجي اني اسلط طاقه حراريه عاليه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اهتزازات. اكيد هذه الاهتزازات بالتاكيد راح تكون عندنا ترددات، ومن خلالها ممكن نوصل الى حاله الريزونانس. العفو انا بس حبيت انه اوضح انه اكو ربط نعم ما بين الالتروسونيك والليزر وما بين الجولد. ممنون دكتور عبد الله، اذا تسمح لي حاضرين بس اذا تسمحوا لي يعني ارجو ان تعذروني لكثره الاسئله، لكن هي للفائده للعموم اذا تسمحوا لي. مساله الفلوريسنس في مجال التطبيق البيولوجي، احنا نعرف وجنابكم اني متخصص بايو، لكن اللي تعلمناه او اللي من خلال الخبره البسيطه في مجال الزرع في مجال التشخيص العفو التحليلات المرضيه، يكون تسليط موجات معينه تكون في مجال اليوفي على العينه اللي هي النموذج اللي احنا ماخذينه لاجل التحليل، وبعد التفاعل بعد على النسيج. نعم احسنت. بعدها شو يصير عندنا؟ يصير عندنا نوع من الفلوريسنس، طبعا هذا بعد انه يصير ربط او وجود ماده صبغيه اللي هي نوع من انواع الدايز، نتيجه التفاعل يصير عندنا فلوريسنس في اطوال موجيه يصير بها شيفت عن اليو في، واغلبها تكون في المجال المرئي تقريبا تكون بحدود ال 500 نانومتر. هنا سؤالي ذكرت جنابك مساله التفلور، هل انه اني عندي مصدر ضوئي راح يتفاعل مع الماده مع الدراج مع ما اعرف اللي موجود اللي ذكرته حضرتك بالمحاضره بحيث ينطيني فلوريسنس، او هو فلوريسنس ذاتي من 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 النسيج؟ اكون ممنون. ربو يحفظكم. بالنسبه لي عمليه التشخيص مثل ما تفضلت حضرتك، احنا ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ قطعه منين؟ من النسيج. اكيد هذا راح نسوي له مقطع نسيجي بالمايكروتوم او احد يعني الاجهزه المتوفره، وعاده يسوي له قطع فراح يكون بشكل شنو؟ شريحه. نعم. هاي بالبدايه انا اصلا ضفت الماده يعني مع مع النسيج هو نفسه. ويا الانتي بودي؟ اذا كان نعم عفوا يعني نعم. يعني الانتي بودي نعم عفوا اذا تسمح لي مجال للاخوان الباقين يعني اعتذر منكم، لكن احس يعني ما اعرف يعني عندي شيء اقول انه هذا هو للفائده العامه اذا تسمحوا لي. اوكي شكرا جزيلا بارك الله فيكم. باقي الاساتذه الاخوان اللي حضور اذا اخذ واحد عنده اي سؤال او استفسار من دكتور انجل يتفضل. جان عفوا دكتور امجد ممكن نعاود سؤال؟ نعم دكتور تفضل. اشكرك حضرتك. طبعا انا في كوالالمبور والاقرب منكم الى استراليا، وعلى درايه بالتجربه اللي استخدموا فيها الجولد نانو بارتكلز نعم فور كانسر تريتمنت، وهذا نعم. حقيقه استخدموا فيها ماجنتيك فيلد ونجحوا في القضاء على الخلايا السرطانيه، هذا جيد. لكن اكو نقطة حضرتك قلتها قبل شوية انه يستخدمون هذا النانو بارتكل
يروح إلى الجزء المتضرر بدنيا يعني داخل الجسم. هو هنا يجي موضوع الميكانيزم، شلون نوصل النانو بارتيكلز على سبيل المثال جولد نانو بارتيكلز إلى الجزء المصاب بالخلايا السرطانية على سبيل المثال بدون ما يسوي سايد افكت، لأنه معروف العلاج الكيميائي على سبيل المثال يعالج لكن يخرب من جهات أخرى. إحنا بالنانو تكنولوجي هدفنا نسوي إنجكشن حقن للنانو بارتيكلز على الجزء المصاب، لكن من نقطة الحقن إلى الجزء المصاب حيمر ملايين وربما مليارات الخلايا الحيوية داخل جسم الإنسان، وهذا يعرضها للخطر والمخاطرة والضرر والتلف. لكن هنا هو السؤال، إحنا نريد ما يسمى كيوفيت. كيوفيت نحط في الدواء ونقول له روح للنقطة الفلانية، روح للجزء الفلاني، روح إلى العضو المتضرر داخل الجسم. هو هنا اللعب، هنا السكيل تبدي تطلع. نعم وهذا ممكن دكتور. اتفضل. هذا ممكن. نعم احنا بالنسبة لخلايا الجسم يتواجد كل نوع من الخلايا عنده نوع منين من المتحسسات او المستلمات الريسبترز احنا نسميها، هاي موجود وين على سطح الخلية. احنا ايش راح نسوي؟ راح ناخذ الجولد نانو بارتيكل ونضيف فوقها، نحمل فوقها انتيبودي. مثلا الانتيبودي عبارة عن بروتين متخصص، هذا البروتين المتخصص من اسمه انه احنا تقصدنا نحمله على الجولد نانو بارتيكل، بحيث هذا الانتيبودي ما راح يرتبط باي خليه من الخلايا الا يلقى الريسبتر مالته. بما انه احنا الانتيبودي اللي ضايفيه هو يقصد المن الى العضو الهدف، فاكيد راح يوصل المن الى العضو الهدف لان ما راح يرتبط ببقيه الخلايا. هاي احنا نسميه التارجتنج، هاي نسميه انه احنا الاستهداف، انه نستهدف الخلية أو نسيج معين بإضافة أنتيبودي على من؟ على الجسيمة النانوية نفسها. نعم ممكن أنه يعرض مثلا نتيجة للمناعة، مثلا للميتابولايت اللي مثل موجودة، أنزيمات، عمليات الأكسدة الأنزيمية الموجودة بالدم، ونتيجة وجود أيضا همات لأن أكسجين بهاي الحالة. لكن احنا اللي دا نسوي دائما نسوي عملية تغليف، نسوي عملية حماية، بحيث الجهاز المناعي ما راح يتعرف على هاي الجسيمة هي عبارة عن عدو، هي عبارة عن شيء غريب، وإنما ما راح يلقى بها أي ضرر، وكأنه أحد الجزيئات الحيوية الموجودة في داخل الجسم، فبالتالي يتركها. وبما أنه احنا ضايفين فوقها أنتيبودي، هذا الأنتيبودي راح يوصل المن، راح يمشي أكيد بالسيركليتنج سيستم، لكن ما يلتصق بالخلية إلا الخلية الهدف اللي ترتبط بالأنتيبودي هذا. يعني الأنتيبودي راح يرتبط بالريسبتر الموجود على هذه الخلية، فبالتالي احنا ضمننا وصول الدواء أو الجولد نانو بارتيكل أو اللايبوسوم إلى العضو الهدف عن طريق الاستهداف. أما بإضافات جزيئات يعني حيوية مثل الفوليك أسيد مثل ما شفنا بالدوكسيروكسين بالنسبة للمحاضرة، أو بإضافة مثل الأنتيبودي، هذا راح نضمن أنه هاي الفيكلز راح تصل المن إلى النسيج الهدف وتتجمع عنده، هناك التجمع راح يصير. ممنون. إن شاء الله ممنون جدا. ربو يحفظك. إضافة للي صدر يعرض حاليا اكو عمل باتجاه انه يتم الحقن ما يخص النانو بارتيكل ماتيريال. عفوا صوتك بيخرخش، اريد نسمعه بشكل واضح اذا امكن. ان شاء الله. طبعا. حاليا اكو عمل باتجاه انه يتم حقن النانو بارتيكل ماتيريال ويتم قيادتها من الخارج من خلال ماجنتيك فيلد للعضو المصاب او العضو اللي يراد التركيز عليه، وهناك ولذلك المحاضره المقدمه أنا هذا الموضوع مريت عليه شيء